مرحبا، اهلا وسهلا. عندنا اليوم في مدينة الجامعية الطالبات يوم الطلاب الدوليين العالمي. مرحبا، اهلا وسهلا من السنغال. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف نقول مرحبا في السنغال؟ دلل اقيام. دلل؟ دلل اقيام. اقيام. دلل اقيام. كيف حالك؟ يعني نهياني سجام. نهياني سجام. 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 وعماني سجام. اهلا وسهلا. هنا ركن اندونيسيا. سلام داتانغ. سلام داتانغ. كيف حالك؟ بامبو. سلام داتانغ. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ نعم قليلا بس مرحبا. هنا افغانستان. ما عندهم بنات افغانستانيات. نبغى نشوف. هنا بنغلاديش. شوف عروس. ما اسمع من عروس. مضغوط. وهذا مثل فشار. فشار. نعم. أيوة. وهذا خردل. نستخدم من هناك الزيت من قبل، نحن نطبخ بالزيت فقط. فقط الخردل. لا نستخدم صايع. فقط هذا. وهذا أفضل من صايع. زيت الخردل. زيت الخردل هذا. في الطبخ. للطبخ. وأيضا نستخدمه للبشرات والشعر. ما شاء الله. هذا جيد. جيد جدا. وهذا سكر. هنا المملكة المغربية. كان شو اسمه؟ هذه الحلوى المغربية. في شاي مغربي؟ والله اعطينا شاي مغربي. دكتور يجلس يجرب. سلام كيف حالك؟ يا سلام. شكرا. شاي المغربي. هنا باكستان. السياحة عندهم ولبس الشعبي كله موجود ما شاء الله. سياحة جميلة. This is Pakistan. This is Pakistan. Yes. هنا السنغال. هذا التراث الشعبي السنغالي. شو لبس المرأة؟ ما شاء الله. هل هذا ذهب أم؟ نعم تكون ذهب. أحيانا تكون كنوع من ذهب الزينة. لكن الذهب هذا مثلا زوجات الملوك. ما شاء الله. تكون هذا اللبس الشعبي العادي. هذا في قبل طبخ الأرز. هنا بنين، جمهورية بنين. سياحة عندهم طبعا، سياحة زي ما انتم شايفين خاصة بالمناطق والغابات، ولكن سياحة بنين. شكرا. هنا الجزائر. وهذا لبس الأمازيغي للسيدات. اوكي تمام. بالضبط القبائل، منطقة القبائل. ايوه ما شاء الله. الأمازيغ في أربعة قبائل: الشاوية، أيه. بني مزاب، والتوارق. بالتوارق. توارق. ايوه ايوه. هذا الامازيغ. الامازيغ يكونوا في الشمال. ايوه. التوارق يكونوا في الجنوب. في الجنوب. أيه. هذا لبس مين برضو الامازيغ؟ السيدات. هذا قفطان. قفطان. هذا مش غرب. غرب. غرب الجزائر. يكون معها حزام. يكون معها حزام. بس في الشرق يكون معها حزام. جميل جميل. روسيا. بس روسيا ما فيها ناس كتير. أنا كيف دخلوا هذا ساحل العاج؟ سنغافورة. السودان. السوداني. هذا حبيت اللبس الهندي. مرحبا. الآن
في العراق، وخلينا نشوف اقليم كردستان. نعم تفضل. هذا اربيل. نعم. عاصمة اقليم كردستان. ايه. انها قلعة. هذا قلعة تاريخية. ايوه. يعني في دورة عثمانية. نعم. يعني فيها اشياء جميلة تاريخية. تعتبر مزار تاريخي. نعم. ايوه. تاريخي. هذول هم في بابل في هم في العراق يعني. أيوة. اماكن تاريخية هذول. تمام. هذا قرية. أيوة. الجبال. الجبل. الجبال. يسمون عمادية. فيها ناس ساكنة يعني. فيها ناس فيها كل شيء يعني. قرية. اسمها ايش؟ عمادية. عمادية. نعم. ايوه. عمادية. هذه وين بالعراق؟ هذا بالاقليم كردستان الشمال. كردستان الشمال. ايه. يعني اقليم كردستان تفرق من العراق، حكومتها تفرق يعني، عندنا حدود. ايوه. بس هو تابع للعراق. صحيح. كاداريا. هذا هو مدينة. هنا الفلبين. مستكة؟ مبوتي. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ سلامات كلها يعني. مبوهي. مبوهي يعني حياكم. مبوهي. ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هنا فلسطين. ان شاء الله الله يحفظ القدس ويرد حسن. الاكلات الفلسطينية، الزعترات، الزيتونات. هنا الكاميرون. مدغشقر ايضا هنا. هذا لبس المدغشقري. ايوه. اهلا. أهلاً. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. هل تنقز من مكان لمكان ام ماذا تفعل؟ انا افعل اي شيء يعني. اي شيء. مدغشقر؟ لا ما اعرف مدغشقر. طيب. مدغشقر هي جزيرة. جزيرة اين تقع؟ جزيرة تقع في جنوب شرق افريقيا. جنوب شرق افريقيا. يا سلام. وهي خامس اكبر جزيرة في العالم. خامس اكبر جزيرة في العالم. كيف السياحة فيها؟ هناك عندنا الفانيليا. نعم. الفانيليا هذا يميز برائحتها، جميل مرة. خلينا نشمها. طيب. هنا تونس. اخواننا التوانسة من تونس. تونس السفر عبر التاريخ ما شاء الله. بلد حلو. بلد اكلاتهم ولبسهم ما شاء الله احلى شيء لون احمر. تونس. هذا لبس تونس الاعراس. من يلبس هذا اللبس؟ ايش اسمها؟ شاشيه. يعني لبس تونس. مصر عادة غنية على التعريف. خلاص نشوف ماليزيا. يا سلام. جينا للرقصات اليمنية على المسرح. سينا صغيرة. طبعا سيف الحين يا لهوي.
سبحان الله، جهة فيها مطرة وجهة ما فيها مطرة. اللي عليمين ما عندهم مطر مساكين. احنا جانا مطر الحمد لله. شايفين هنا السماء فاضية، هنا السحابة ما شاء الله تبارك الرحمن. مطر مطرت، مطرة قوية يا مطرة، حتي حتي الحمد لله.